هذا هو المشهد بمدينة ولاد جلال، ساحة عمومية بقلب المدينة تتحول لفضاء يحتضن النشاطات الثقافية ووجهة للمواطنين والعائلات، مع كل موعد تعلنه مديرية الثقافة والفنون. تنفيذا لتعليمات السيدة وزير الثقافة والفنون وتحت رعاية السيد والي ولاية ولاد جلال وبدعمه، مديرية الثقافة والفنون أبت خلال هذه الصائفة إلا أن تخرج إلى الساحات العمومية إلى قلب مدينة ولاد جلال. من هذه الليلة نحن نشهد احتفالية خاصة بإحياء ذكرى مولد رسول الرحمة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. يعني كان حفل اليوم رائع جدا في ولاية ولاد جلال مع الجمهور الذواق، يعني ما شاء الله عليهم، كان إقبال كبير، ما كناش متوقعين هذا الإقبال، ما شاء الله على ناس ولاد جلال. مواطنون أثنوا على المبادرة التي جعلت المواعيد الثقافية تخرج لجمهورها وتستقطب عشاق الفن الأصيل. ساحة عمومية هكذا قريبة للبلاد في السونترفيل، شي حاجة بدامي وباينة، حتى الكل اللي ما يشوفهاش في التليفون يجي فيها تجيب الأولاد منها، مليحة وليلة مباركة كما هذه، مليحة صافي بليزير. اليوم جابنا بابا وأنا خطتي باش نسمعوا الأناشيد، ونتمنوا كل عام يديروا لنا كيما هكا. كان كاين جمهور، كان كاين عائلات، يعني جاو حضروا معانا، نشكر الجمعية اللي جات حضرت معانا من ولاية بوسعادة. الحفلة في الهواء الطلق ما شاء الله، والجمهور الله يبارك جانا من كل بلديات أولاد جلال، مثل الدوسن، شعيبة، سيدي خالد، من مختلف البلديات والأعمار. وفي ظل غياب قاعات تتناسب مع هذه العروض في الولاية الفتية، يتوافد الجمهور الذواق لساحة عمومية باتت ساحة الثقافة بامتياز.